يو واتساب عشرة، جيسبيغ كلكم تكونوا على خير وبخير. جيسبيغ اي واحد كيتفرج في هاد الفيديو يكون ناشط ويكون موتيفي. سو في هاد الفيديو كيما شفتوا في المانياتور غنهضروا على واحد المشكل اللي كيجي للرجال بزاف في هاد الوقت هذا، منهم الناس اللي كيستعملوا هرمونات ومنهم الناس اللي ما كيستعملوش كاع هرمونات. شنو هو الجاينوماسيا او ارتفاع الاستروجين في الدم، ولا تقدر يكون ارتفاع تاع البرودكشن؟ ونهضروا على الجاينوماسيا ولا بالعربيه اللي هو التتدي، ولا بتفسير واحد اخر هو خروج علامات الصدر عند الرجال. غنطرقوا لهذا الموضوع بكل شيء ديالو، شنو هما الاسباب، شنو هو واش هذا بصح كاينو ولا هذه غير شحمه على شكل كاينو، ولا شنو هما المراحل اللي غادي دير باش تحيد كاع هذا المشكل ما يبقاش فيك. المهم كلشي غادي يكون في هذا الفيديو ان شاء الله، وغادي نحاول نديرو قصيره باش ما يجيش طويل بزاف ويكون ممل. سو خليكم مع الفيديو، اللي كنتي اول مره كتفرج فيا مالك تهبط لتحت وتشجعني بشي لايك واشتراك في القناه باش تولي انت ضمن واحد من العائله ديالنا. ويلا نبداو الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير ابوني لاخي، ما تنساش دير لايك للفيديو. باي باي، نشوفكم على فيديو ثاني. انواع تاع الجاينوماسيا، كاين النوع الاول اللي هو جاينوماسيا كيرتبط بارتفاع مستوى الدهون على مستوى الصدر، يعني كتكسر الشحمه في الدار ديالك. الوغ ملي كتكسر الشحمه ولا كيرتفع مستوى الدهون على هذه المنطقه هذه، كيدي على ان هذه المنطقه تهبط وكيولي لك على شكل جاينوماسيا. وهذه يبان لكم الصوره بحال اش هنايا. كاين نوع واحد غير نوع هذا ساعد الارتفاع الدهنيه تاع منطقه الصدر، فيها تكون فهمتو حيت بسيط. كاين النوع الثاني اللي هو خلل في الهرمونات ولا ارتفاع هرمونات انثويه عند الرجال. شنو هو السبب؟ نبداو باول حاجه اللي هما الناس اللي كيكونوا كيديروا كيستعملوا هرمونات، كيستعملوا دي سايكل، كيستعملوا دي هرمون في الريره ديالهم بحال الريرات كامل الاجسام، ولا الريرات بزاف ديال الريرات كيستعملوا فيهم هرمونات اللي كتعطيهم القوه ولا زياده في ضخامه عضليه. اون فوا كيستعمل هاد الهرمونات وكيجي البوست سايكل ولا البي سي تي. البوست سايكل هي مرحلة تنظيف من الهرمونات، مكيستعملوش البي سي تي، مكيستعملوش هاد البوست سايكل. هاد البوست سايكل كيكونو فيها مجموعة من الأدوية اللي هي كتحيد مستقبلات الإستروجين، مستقبلات الهرمونات الأنثوية كتحيدهم. هادشي أنا شرحتلو بالتفصيل الممل نتاع الناس اللي كيستعملو هرمونات في واحد الفيديو غيطلعلكم هنايا، باش بلا ما ندخلو في هاد الديتاي نتاع الهرمونات. هو كيطلع لكم هنا يسير تفرجوا له مزيان. الناس اللي استعملوا هرمونات وقع لهم هذا المشكل هذا غيطلع لكم الفيديو هنا، سير تفرجوا وغتستافدوا مزيان. ندوزو للناس الثاني اللي ما كيستعملوا لا هرمونات لا والو، كترينيو عادي وكلشي عادي، كيوقع لهم هذا المشكل. شنو هو؟ كما قلت لكم كاين المشكل الاول اللي هو ارتفاع مستوى الدهون على مستوى الصدر. كاين المشكل الثاني اللي هو ارتفاع مستوى الاستروجين في الدم. او من كيرتفع على مستوى الاستروجين كيوليو فيك بزاف ديال الحوايج من الاعراض، منهم الجاينوماسيا، منهم الاحتباس السوائل على منطقه الخصر، يعني من الجناب نتاع القاع ديالك كيبقى يتشد الماء بزاف، كيولي عندك اش كيقولوا كيولي عندك لي هونش، وكيخرج علامات الصدع عند الرجال اللي هي الجاينوماسيا. وهذا السبب نتاع الاستروجين. شنو هو السبب او علاش كيرتفع هذا الاستروجين في الدم؟ الاستروجين كيرتفع في الدم ملي التستوستيرون كيهبط. هادو جوج ديال لي زورمون كيكونوا عند الرجال وكيكونوا عند العيالات. الراجل هو هذا التستوستيرون طالع والاستروجين عادي هابط بزاف. اون فوا التستوستيرون كيهبط الاستروجين كيطلع باش يعوض، وكذلك عند العيالات الاستروجين طالع والتستوستيرون هابط. اون فوا الاستروجين كيهبط التستوستيرون كيطلع باش يعوض، او الاستروجين كيهبط كيطلع يعني راه التستوستيرون حتى هو كيهبط. علاش يهبط هذا التستوستيرون؟ باش الاستروجين غادي يطلع ويعوضو. كيهبط التستوستيرون بزاف ديال الحوايج، منها ما كتكونش كدير الرياضه في الحياه ديالك، ما كديرش رياضه تخامل، ديما كتبقى غير ناعس، ما كتاكلش مزيان وما كتنعسش مزيان وما كتشربش الماء. هادو هما الحوايج اللي كيخليو انك التستوستيرون ديالك كيهبط وكيطلع الاستروجين يعوضو. الو خاصك تحفز انت التستوستيرون ديالك باش ما يهبطش وما عمر الاستروجين يطلع. منهم كاين بزاف د الحوايج، انك تبقى تنعس بكري، تنعس 8 السوايع ديالك بالضبط 8 السوايع باش التستوستيرون كيخدم مزيان، تبقى تريني مزيان وتبذل مجهود عضلي اللي غادي تكسر فيه خلايا عضليه، وبلي غادي يضطر ان التستوستيرون يطلع باش يرمم ديك الخلايا العضليه. وانا غادي تبقى تنعس مزيان، تاكل مزيان وتشرب الماء، وتقلب على حاجه وحده ما تبقاش ديرها اللي هي الاستمناء. كذات واحد الدراسه امريكيه ان الاستمناء كيساعد على ارتفاع الاستروجين في الدم. هذه بين الحوايج البسيطه اللي غاديرها باش ترفع التستوستيرون ديالك في الدم. او هذه بعرفناها، التستوستيرون كيهبط الاستروجين كيطلع، حنا سايبين هذا المشكل. كاين مشكل واحد اخر اللي هو ارتفاع البرولاكشن في الدم. هذا البرولاكشن هو واحد الحاجه كتكون عند المراه وكتكون كذلك عند الراجل، كيبقى واحد الخلل في الهرمونات كيدي على ان البرولاكسين يعطي واحد الامر لحلامات الصدر انها تبقى تنتج الحليب. كتبقى تنتج الحليب وكتولي الصوره ديال الا درتي سكانر على المنطقه نتاع الصدر اللي كتبان لك بحال هكا.
واحد الهرمون كي قلت لكم كيما قلت لكم سميتو برولاكسين كيعطي واحد لوغد ولا واحد الامر ان الحلمات نتاع الصدر تنتج الحليب. او علاش هذا كيطلع؟ شو السبب ديال هذا باش انه يطلع في الدم ديالك وانت راجل؟ هذا حتى هو بالاسباب اللي كيطلعوا من كيطيح التستوستيرون في الدم ديالك حتى هو كيطلع. الو التستوستيرون هو الحل الوحيد انك باش ما يبقاش عندك هذا المشكل نتاع خروج حلمات الصدر. يعني التستوستيرون هو الملجأ الوحيد. الو خاصك تبقى تريني مزيان وتاكل مزيان وتحفز التستوستيرون ديالك. غيطلع لكم هنا باش ما نطولش لا فيديو غيطلع لكم واحد الفيديو هنا فوق كيفاش انك غادي تحفز التستوستيرون كيفاش غادي دير تحفزه باش تطلع لواحد المراحل عاليه وتساعد من انك تهبط من المشكل نتاع خروج حلمات الصدر عند الرجال. والحل بالنسبه للناس اللي عندهم الشحمه بزاف في هذه المنطقه هذه الحل الوحيد انهم حتى هما يمشيو يديروا الرياضه باش انهم ينقصوا من المستوى نتاع الدهنيات في الجسم ديالهم وما غاديش يبقى عندهم هذا المشكل هذا. صافي جيسبر كتكونوا فهمتوا هذا الفيديو بدرتوه خفيف وقصير باش ما يكونش طويل بزاف يكون ممل. ولا ما فهمتيش شي حاجه معني كتخليها لي تحت في الكومونتير راه غنجاوبك عليها نيشان. ولا تسير عندي سوغ انستغرام وغير سولني قول لي راه شفت هذا الفيديو ديالك فلان الفلاني وما فهمتش هذه الحاجه وغادي نجاوبك عليها. ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر وجيسبر يكون عجبكم هذا الفيديو وفهمتوه ونتلاقاو ان شاء الله. بيس.